تفضل. قبل شوي كان في مراسل الام تي في نعم عم يحكي مع استوديو عنده بيقول لنا انه من ميله شياح هجموا على عين الرماني وبلشوا دق حجاره لجوه الذي منه بعد امرك هيدا مصورينه من هالبنايه. نحن بس لو سمحت انا عم بتحفظ عن اخر. لا 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 ما في شيء بس نحن عم نحرض المشكله مثل ما هي على الشاشه. انت واقف من هون والحجاره ونزلت لهونيك. شرف تفضل هون ليك من هون شي 500 واحد فاتوا لهوني ولا واحد كان لهون. شكرا لك. لا خليني اوصل لك يعني بعد امرك. انا جيت من البيت لوصل الفكره. نحن وياهم اهل اللي بيضيمهم بيضيمنا وهول اخواتنا واحبائنا. نحن ما بدنا يصير اي نقطه دم بين الشياح وبين عين الرماني. ما حدا بيتمنى نهائيا. هول اهلنا واحبائنا. انا شوفير تاكسي بمرق 100 مره بالنهار من عندهم وهن بفوتوا لعنا. ما بدنا حدا يصير من عندهم ينخمش ولا من عندنا ينخمشوا. خلينا نحن نحبهم ويحبونا. ما حدا حيخسر شيء بالنهاية. بكرة السياسيين بينبسطوا مع بعض ببوسوا بعض تطلع براسنا براس ابني وبراسك وبراس أولادنا. نحن بنتمنى على الجميع على الجميع على الجميع هلا يهدوا الوضع لأنه ما حدا بيستفيد. ما حدا مستفيد من اللي صار اليوم هون بطرابلس بكفية بالبقاع وين ما بدي خربان البلد. مين عم يستفيد؟ مين استفاد من لبنان؟ دولارنا ب 2500 حيصير. العالم بتفوتي على التعاونية ب 100,000 صار قيمة 10,000. شو استفدنا نحن؟ كلنا مع المطالب. مين فينا ضد المطالب؟ مين؟ بس حدا يقول لي بلبنان مين ضد المطالب. بس مش هيك هني هلا طلعوا ناس من هون على بكفية كانوا عم يتظاهروا قاموا كسروهم. اوكي كانوا عم بيسكروا الطرقات. هني كيف بيقبلوا انه ما حدا يروح لعندهم وهني كيف سكروا الطرقات على البلد كلياتها؟ فرجيني لشوف. هني يا اختي 500,000 مليون في 5 مليون ببيوتهم. هال 5 مليون ما لهم راي؟ صرنا نحن كانه نحن شعب فاسد وهن اللي عم ينظفوا البلد؟ طب كيف يعني هيك الامور يعني عم تتاخذ؟ بلا هي ونحن هن ونحن. لا ما نحن بدنا نوصل الفكره لحتى كمان من الميل الثاني يفيقوا شو عم يصير. ضبط النفس 100% كل الناس. ايه وهيدا اللي كل الناس عم. نحن ما عندنا مشكله. نحن هو الاهل لو حبينا عم اقول لك انا شوفير تاكسي فوت لجوا 20 30 مره بالنهار وانا ما بجيب اغراضي الا من جوا واللي عم يشوف وشي بيعرفوني كلهم حبايبي. بس نحن ما بدنا يصير اي شيء يصير من عندهم خسارة ومن عندنا خسارة ما منعود ما حدا بيتحمل الخسارة. فرجاء أنا بالنسبة للأم تي في توصل الفكرة مثل ما هي مثل ما هي. نحن ما نقبل حدا يزت إلا وردي لعندهم ونفس الوقت هني كمان ما حدا يزت من عندهم إلا ورد. مش أفضل من الحجارة كأنه عشنا بفلسطين وإسرائيل؟ لا ما بصير هيك. هيدي لازمها وقفة خلص بكفي هالقد. العالم ما بقى تتحمل عن جد. شارع من هون وشارع من هون وزاوية من هونيك وزاوية. كيف بدنا نعيش؟ طب كيف بدنا نشتغل؟ الله يعين الجيش. شو بده يلحق ليلحق من شماله لجنوبه بالطرقات؟ طب حرام مش عالم هون؟ طب ما حدا عم يرد عليهم ليش؟ الله يعطيكم العافيه. انا بتمنى رسالتي توصل لاهلنا بعين الرمانه ولاهلنا بالشياح. هذا الوضع ما لازم يتكرر. نحن اهل وهالقد ما في خطوط بيناتنا ولا في حجاره ولا في شو اسمه. يعطيكم الف عافيه. شكرا الله يعافيك. يعني نتمنى هذه الصرخه فعلا ان يتم ضبط النفس. هنا ايضا دعوات اخرى شبان يدعون منذ ساعات لضبط النفس خصوصا انه الوضع عاد الى هدوءه. يعني سمر كنت عم تدعي لضبط النفس وانه نحن اهل وطول عمرنا عايشين مع بعض. نحن مش طول عمرنا. نحن مش طول عمرنا اهل. نحن غصب عنا اهل. يعني هيدا لبنان حي ببلد ثاني. عيب يكون في بيناتنا هيدا الشيء. بس بدي اعرف انه هيدا اللي هون من هالميله هيدا بهيدا بهيدا الزروب الدولار عليه اغلى من هيدا الزروب. هيدا هون عنده مشكل وهيدا ما عنده مشكل. اثنيناتنا موجوعين. هيدا الشعب اللي عايش هلا هيدا عايش مضغوط عنده وجع قصه المدرسه البنزين الدولار كل هيدا الشيء اللي هو نحن عايشين فيه هون ونفس الشيء هون. نحن كبيئه الشياح نحن علمنا الإمام الصادر من أول ما خلقنا على الدنيا على التعايش والوحدة والوطنية. هو الإمام الشيخ الرجل الدين اللي نزل على الكنيسة وصلى بالكنيسة وكان داعي لكل حوار. بعدنا نحن عم نمشي على هيدا الخطى ودائما بنحاول كل ما يصير شيء بالشارع ننزل على الأرض ونحاول نهدي النفوس. هيدا اللي صار اليوم عبارة عن طب ليش صار؟ ما هيدا اللي بدي أحكيه. هذا اللي صار مزبوط قصة هذا اللي صار واتساب اشاعات تنكب شمال يمين. بنكون قاعدين بنطلع على البرندا يعني ما في شيء. يعني توصل مسج انه في خربان يعني في 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 معركه على الارض. بتطلع على البرندا ما في شيء. شوي بعد شوي بتتجمع الناس من هون بتتجمع الناس من هون بصير في مشكل. لازم تعرف كل الناس انه نحن مجبرين هلا ولا بعدين حنرجع نقعد مع بعض. اللي ما عاش الحرب الاهليه قديما ينتبه يروح يقرا كتب يحضر في الفيديوهات شو صار. عملنا أكثر من هيك ورجعنا توحدنا وقعدنا مع بعض وعشنا مع بعض. أنا كنت ميوم بكهرباء لبنان
لما كنا من يومين عم ندافع عن حقنا ما كان في واحد شيعي وواحد مسيحي، كنا اثنيناتنا مثل بعض، كان معاش مليون ليرة نقبضهم على مقصط على 3 أشهر وضلينا نفس الشيء، هو مثلي مثله، هو كنا ناكل يعني يوم ما يخلينا المتعهد نقبض لأنه مثل بعض. وهلأ نفس الحديث عندنا، المشكل هو ذاته. هيدي الميلة مفكرة انه بتدعي اليوم لضبط النفس وتهدئة، يعني اصلا الوضع رائق. هلا الوضع رائق كثير، ما في شيء، نوعا ما الجيش موجود بكل المطارح والله يعطيهم العافية، عم يتعبوا، الله يعينهم بهالفترة. مش بدعي لازم المفروض كل حدا منا يكون هو مواطن لبناني، اللي بيعتبر حاله لبناني هو لحاله لازم يروح يحكي مع خيه الثاني، ما يهجم عليه لا بحجارة ولا بشيء ثاني، بالعكس نقعد نحكي مع بعض، ما حدا حاسس بجرحنا غيرنا نحن. شكرا شكرا لك، يعني اذا يعني هذه الاجواء التي تدعو، هذه الكلمات التي تدعو للتهدئه، استطيع ان اقول انه الشارع فعلا هادئ، يمكننا ان نرى باتجاه عين الرمانه رغم الانتشار الكثيف للجيش اللبناني، ولكن رسمي يعني اذا بدنا نحكي نسبيا سمر، هذا الانتشار خف كثيرا عما كان عليه قبل ساعات، كان هناك ملالات، كان هناك اليات. نعم بدي احكي، انا بدي وصل رساله. شو انا رجاء ضمن بعرف هذا الشيء، انا اولا بستنكر هذا الشيء اللي صار. نعم انا اول شيء بستنكر هذا الشيء اللي صار، وانا ضد هذا الشيء. نحن من هذه البيئه، من هذه العائله، ومن هذه العائله نحن ما بدنا نرجع للحرب الاهليه 30 سنه لورا. نحن من وراء هذه الحرب بعدنا لهلا عم ندفع ديونات لهلا. نحن بندعي الطرفين للهدوء، لضبط النفس، ما بدنا نرجع لورا. انتم مع الثوره ونحن مع الثوره، بس الثوره الحقيقيه رح اذا بدكم توجهوها وجهوها على بيوت الفاسدين، بيوت الحراميه، بيوت اللي هن صاروا من 30 سنه بالحكم، هن عم بيسرقوا وما حد عم بيدير. هذه الثوره على الطريق، ونقطع انا عليك طريق وانت تقطع علي طريق، ما بتوصل حل. انت عم تقطع الشعب الفقير المعطر اللي ما قادر يعمل شيء، روح على بيته وقطعه قدام المؤسسات، قدام المراكز الاداريه، المؤسسات الدوله، المرافق، هيدي هي بتشل البلد. اما بدي ارجع كمان شيء ثاني بدي اقوله. نعم كلمه بعد صغيره بس حليمة. بدي بس اقول انه صار الدولار ب 2000 ال 100 دولار ب 220000. لامتى بعد رح نوصل؟ بعد راس السنه رح توصل ل 300000. رجاء رجاء بدنا بقى حكومه تنقذ الوضع.